قال يقول الشيخ إذا الرجل وطئ امرأته واغتسل بعد طلوع الشمس هل هذا جائز؟ طبعا وطئ امرأته بالليل طبعا قبل الفجر يعني، لكنه ربما نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس فاغتسل، صومه صحيح لكن لا يجوز النوم عن الصلاة، يجب عليه أن يقوم ويستيقظ يصلي مع يصلي الصلاة في وقتها أو يصليها في المسجد، هذا الواجب عليه.